السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله أجمعين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تلاميذ السنة الرابعة، أهلا بكم إلى النص المنطوق المسكن الشمسي. إن مسجد قرطبة بنوافذه 365 وقصر الحمراء بالأندلس من الآثار التي تركتها الحضارة الإسلامية والتي استوحى منها المعماريون الحاليون في هندستهم العصرية البناء في هندستهم العصرية لبناء المسكن الشمسي، والتي تتمثل في توجيه المباني لتستقبل وتحتفظ بأشعة الشمس لأطول مدة ممكنة، وبالتالي انتفاع أقصى بنورها ودفئها. عيد النص. المسكن الشمسي. إن مسجد قرطبة بنوافذه 365 وقصر الحمراء بالأندلس من الآثار التي تركتها الحضارة الإسلامية والتي استوحى منها المعماريون الحاليون في هندستهم العصرية لبناء المسكن الشمسي، والتي تتمثل في توجيه المباني لتستقبل وتحتفظ بأشعة الشمس لأطول مدة ممكنة، وبالتالي انتفاع أقصى بنورها ودفئها. استمع وأجيب. عما يتحدث النص؟ عن كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية، ومن هم أول من بنوا مسكنا شمسيا؟ ما هي ميزة المسكن الشمسي؟ ميزة المسكن الشمسي هو توجيه إذن أو استقبال أشعة الشمس والاحتفاظ بها لأطول مدة للانتفاع بنورها في التدفئة والإنارة. كيف يحتفظ بالحرارة بشكل أمثل؟ يحتفظ بالحرارة حيث يكون موجه بشكل يعني أمثل، يكون موجه لاستقبال الأشعة والاحتفاظ بها. عندهم للنوافذ كانوا يقولوا بأنه الشمس تستطيع أن تشرق كل يوم من نافذة، يعني 365 نافذة في السنة، 365 يوم كل يوم تدخل الشمس من نافذة. مما استوحى المعماريون الحاليون هذه الطريقة، أو مما كيف يحتفظ بالحرارة، عفوا هنا السؤال الذي يسبق، كيف يحتفظ بالحرارة بشكل أمثل. هذا المسكن الشمسي نضع فوقه يعني لافتات كبيرة تكون مثل المرايا، وهي التي تمتص أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة. مما استوحى المعماريون الحاليون هذه الطريقة، استوحى المعماريون الحاليون هذه الطريقة من المعماريون العرب القدماء الذين بنوا القصر الحمراء ومسجد قرطبة. على ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على يعني حضارة العرب، حضارة العرب قديما، حضارة العرب، بأن العرب أول من توصل إلى هذا الاكتشاف. استمع للنص مرة أخرى ثم اذكر المنشآت المعمارية الواردة في النص. المنشآت المعمارية الواردة في النص هي مسجد، قصر، منشآت فقط استوحى منها المعماريون الحاليون في هندستهم. المسكن الشمسي منشأة عمرانية، المباني منشأة عمرانية. إذن هذه المنشآت العمرانية، والمقصود بها يعني كل ما يتعلق بالعمران والسكن. ما هي العلاقة بين عدد نوافذ مسجد قرطبة والشمس؟ يعني عدد نوافذ كما شرحت لكم منذ قليل 365 نافذة، كما قرأنا يعني لا ندري هي حقيقة أم لا، بأن الشمس كل يوم كانت تشرق من نافذة، كل يوم من أيام السنة الشمس تشرق أو تدخل إلى المسجد من نافذة، وفي الغد تدخل من النافذة التي بجانبها إلى آخره. اختر عنوانا آخرا للنص. الفن العمراني، هندسة سبقت العصر،
نور الشمس. أنا أختار هندسة سبقت العصر، هندسة سبقت العصر، لأن النص لا يتحدث عن الفن العمراني. ننتقل إلى حل الأنشطة. أتذكر وأجيب، أكمل الفراغات بما يناسب، لقد استوحى. من الذين استوحى؟ المعماريون الحاليون أو المهندسون الحاليون. المعماريون الحاليون. المعماريون الحاليون من الأثار التي تركتها الحضارة الإسلامية. الإسلامية، الحضارة الإسلامية التي كانت في أوروبا يعني. هندستهم العصرية لبناء المسكن الشمسي، لبناء المسكن الشمسي، والتي تتمثل في الاحتفاظ بأشعة الشمس لأطول مدة ممكنة، لأطول مدة ممكن. استعمل الصيغة. أعزائي التلاميذ، كما سبق وأن درسنا في بداية هذا الموسم، الاسم أو اسم النسبة أو الاسم المنسوبة هو الذي ينتهي ب يعني ياء تكون تعود على على الاسم الذي يسبقه. كما قلت لكم، عصا حديدي، حديدية، عصا الرجاء ربما، عصا حديدية. وحديدية قلنا بأنها اسم منسوب يعني تنسب إلى الحديد، وهي العصا يقصد بها العصا أنها من الحديد. اكتب اسم النسبة المناسب، مثل حيوان يعيش في الغابة، حيوان غبي. عندنا في النص المسكن ماذا؟ الشمسي. ها الياء هذه تسمى، هذا الاسم يسمى بالاسم اسم النسبة. هندستهم العصرية، هل ياء وتاء؟ إذا هي الياء فقط المضافة، هي ياء النسبة، والاسم هذا يسمى اسم النسبة والاسم المنسوب. شخص يحافظ على البيئة ماذا نسميه؟ شخص بيئي، بيئي. حيوان يأكل الأعشاب، حيوان عشبي، لازم يكون اسم نسبة وليس حيوان عاشب، لأن حيوان عاشب ليست اسم نسبة بل اسم فاعل. شكل الأرض كرة، شكلها ماذا نقول؟ كروي. تلوث الهواء ماذا نقول؟ تلوث هوائي، تلوث هوائي. شخص لا يأكل إلا النبات ماذا نقول؟ شخص نباتي. قاطرة تسير بالبخار ماذا نقول؟ قاطرة، هنا مؤنث، بخارية. لو كان قطار بخاري نقول، لو كان قطار يسير بالبخار نقول قطار بخاري، مع أنها قاطرة، والقاطرة مؤنثة نقول قاطرة بخارية. إذن هذا كان فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمسكن الشمسي وحلول الأنشطة المتعلقة بأستعمل الصيغة اسم النسبة.
شكرا على متابعتكم أعزائي التلاميذ، تابعونا إن شاء الله للمزيد من الدروس والشروحات. دمتم في أمان الله.